للتكلم عن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انضم معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مازن. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية أستاذ مازن، يعني هل استمعت إلى خطاب دونالد ترامب وكيف كان تقييمك له؟ الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الخطاب لم يأتي بشيء جديد. يعني عندما استعرض ترامب استعرض أمور كلنا نعرفها، يعني هل هناك أحد من لا يعرف من هو قاسم سليماني وكيف كان إرهابيا وكم قتل من العراقيين وكم كان له دور في التدخل في شؤون سوريا ولبنان والسياسة في العراق وغيرها؟ هذه الحقائق معروفة لدى القاسي والثاني. أيضا من منا لا يعرف قوة أمريكا وتسليحها؟ أنا أعتقد الخطاب ما كان يعني ما تحدث به ترامب أشبه برسالة يحاول أن يقول للأمريكيين نحن لا زلنا أقوياء ولا زلنا الدولة الأقوى ولدينا من الاقتصاد القوي، لدينا جيش قوي، وإيران هي بلد مارقة وإرهابية وتدخلت وضربت وضربنا وردينا على قاسم سليماني وقتلنا لأن كان إرهابي وقتلنا قائد قيادة داعش. هذا خطاب الحقيقة في تقدير الشخصي يعني ما كان يعبر عن حالة يتوقع منها الناس أن يسمعها من ترامب، أنه ماذا سيكون رده على ما قامت به إيران البارح، ورغم كانت العملية مكشوفة وهي أشبه بالمسرحية وما بين. أستاذ مازن، يعني بالكلام عن هذه النقطة، يعني إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ترامب اليوم يتحدث ويتبجح بالقدرة العسكرية الأمريكية وما يمتلكه من أسلحة وكم صرف من المبالغ أو صرف من المبالغ على هذا الجيش، وإيران بالأمس تقوم بقصف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة أربيل. لكن السؤال هنا، قاعدة أسيلية في قطر أقرب إلى إيران من قاعدة عين الأسد في أنبار، ولكنها قامت بقصف البعيد ولم تستهدف القريب. هل هنا نحن أمام استعراض للقوة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ لا، بالنسبة لاستعراض القوة، أمريكا متفوقة على إيران، وإيران إذا كانت جادة في عملية رد العدوان لأمريكا على 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 قتل قاسم سليماني، كان مثل ما تفضلت هي قادرة على أن تضرب قواعد أمريكا في قطر وفي الكويت وفي تركيا، ولكن هذه العملية الحقيقة في تقدير الشخصي كان ربما متفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه العراق وإقليم كردستان يقول لدينا قبل ساعة من العملية كان لدينا علم وحتى صافرة الإنذار بدأت قبل قيام الضربة، فدليل على أن هذه العملية هي مجرد امتصاص غضب الشارع الإيراني والميليشيات المرتبطة بإيران. ليس فقط في أربيل أستاذ مازن، يعني مسؤول عسكري أمريكي بالأمس قال كان لدينا خبر بالهجوم قبل 20 ساعة وأن الهجوم فقط لحفظ ماء الوجه بالنسبة لإيران. يعني ماذا نفهم الآن من هذه التصريحات؟ هو عملية تجميل وخسل ماء الوجه لإيران، لأنه الولايات المتحدة تعرف بالعملية، يعني كأنه إيران قالت للولايات المتحدة الأمريكية أعطوا إجازة إلى جنودكم ليذهبوا ويناموا أو يسافروا وسنضرب حتى الحجر لم يتضرر، لم يتضرر لا جندي أمريكي ولا حجر من القواعد التي أطلقت عليها الصواريخ. عملية معروفة الهدف منها هو أنه أن إيران أن تقول لشعوبها وتقول لميليشياتها أنها لا تزال قوية وقامت بالرد، وبدليل حتى ظريف قال نكتفي بهذا الرد وقد سوف لن يكون بعده رد. إذن هي عملية متفق عليها بدليل أنه إيران قبل لا هل هناك يعني هل من المنطق دولة تقوم بعمل تبلغ الدولة المعنية بأنها ستقوم بهذا الهجوم؟ وكذلك ايضا الولايات المتحده الامريكيه مثلما تفضلت لديها معرفه بكل تفاصيل الهجوم وحتى نوع السلاح الذي استخدم، صواريخ غير مؤثره، يعني حتى الرؤوس لم تكن رؤوس تحمل رؤوس تفجيريه، حتى حفره لم يحصل بالمناطق التي وقعت فيها، هي مجرد استعراض واشاره على انه ايران ردت على جريمه امريكا وايران ردت على سأرت لقاسم سليماني، وفي حقيقة الأمر هي مسرحية. بالعكس لو ما قامت إيران بهذا السأل ربما كان بعض المراقبين يتوقع أن يكون هناك موقف من قبل إيران
جاء ما حصل، لان طيب ايران قال ماذا بشأن الموقف العراقي؟ يعني ما تسمي نفسها بالحكومة والبرلمان ما زالت حتى اللحظة صامتة، على الرغم من ورود أخبار قبل دقائق أن الحكومة تروم يعني استقدام السفير الإيراني في بغداد. أولا الحكومة العراقية هاي حكومة الاحتلال، هي لا حول ولا قوة، حكومة مسلوبة الإرادة، وحكومة هي الحقيقة أضعف حلقة في المشهد السياسي العراقي، وبالتالي لن تستطيع أن تمنع أحد، ولن تستطيع أن ترفض تدخل أحد، ولن تستطيع أن تجرأ أن تحاسب أي طرف دولي أو إقليمي يتدخل، وبدليل أنه دورها وسط ناقل، أمريكا تقول لها سنضرب، ستبلغ الرسالة إلى إيران أمريكا ستضربكم، ودورها أيضا ستقول لأمريكا بلغت إيران ستضرب، هذا هو دور رئيس حكومة المنطقة الخضراء وسط ناقل، وليس لها أي قدرة على منع أو دفع الأذى عن العراقيين أو على سيادة العراق. العراق الآن مستباح من قبل كل، من إيران ومن أمريكا، يدخلون ويفرحون ويمرحون، فهذا ضحك على تكون استدعاء السفير الإيراني، ربما يستدعون السفير الإيراني باركولا على العملية وليس احتجاج على العملية، لأنهم حكومة ضد إيران في بغداد. هل تتفق مع ما ذكرته قنوات CNN وCBS الأمريكية أن إيران حاولت يعني عدم أو تجنبت استهداف المنشآت الحيوية في القواعد العسكرية الأمريكية، وهذا الأمر الذي أدى إلى عدم سقوط ضحايا أو سقوط قتلى في هذا القصف الأخير، رغم استخدام عشرات صواريخ مثل ما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها من نوع أرض أرض؟ نعم، هو الهدف من هذه العملية والاتفاق والوعود اللي خلف يعني تحت الطاولة وخلف الكواليس، هو أن هذه العملية ستقوم بدون أن تلحق أي ضرر مادي أو حتى ضرر للجنود الأمريكان في القواعد الأمريكية أو في المؤسسات الأمريكية في العراق، ولذلك قامت بهذا الفعل فقط للاستعراض ولكي تقول لشعوبها وتقول لميليشيات المنطقة الخضراء المرتبطة بإيران بان ايران سارت الى قاسم سليماني. اما نوع الهجوم وحجم الهجوم فهو هواء شبك ولم يؤثر ولم تتاثر لا الولايات المتحده الامريكيه، وحتى الحجر اللي موجود في قاعده الاسد لم يسقط حجرا من هذه القاعده. فاذا هي وليده اتفاق مسبق ما بين الاطراف الثلاثه امريكا وايران والولايات المتحدة. لماذا تناسى ترامب في خطابه الذي ألقاه قبل قليل العراقيين والسوريين الذين سقطوا ضحايا لقاسم سليماني وما فعله في هذين البلدين، لكنه ركز على القتلى الإيرانيين في المظاهرات الأخيرة التي حصلت في إيران وعلى القتلى الأمريكيين على يد سليماني؟ هذا هو الكيل بمكيالين. الولايات المتحدة الأمريكية عبر كل رؤسائها لا يهمها قتل العراقيين او السوريين، وامريكا لم يرف لها جفن حتى لو يقتل كل العراقيين، وبدليل هي من جاءت للعراق واحتلت العراق وقتلت العراقيين بدم بارد، والان هذه الثوره والانتفاضه التي انطلقت منذ اكثر من 100 يوم قدمت اكثر من 1000 شهيد و 30 الف جريح، لم يكن لها موقف او حتى تصريح خجول لم يبر منها. امريكا تفقد توازنها عندما يقتل جندي امريكي، نعم تعاقب من قتل هذا الجندي ان كان ايران او غير ايران، اما لو كان قاسم سليماني وايران تقتل بالعراقيين ولم تتعرض الى الجنود الامريكان لتركهم ترامب والولايات المتحده يبطشوا ويقتلوا، ومن سمح لايران ان تكون قوه في العراق، ومن سمح لقاسم سليماني ان يدخل العراق والميليشيات في العراق؟ ليس هي الولايات المتحده الامريكيه. الان الولايات المتحده تريد ان تقول انها حريصه على، لماذا الدم الايراني يختلف؟ يعني هل هو دم ازرق ودم العراقي دم احمر، ولذلك هو يتبكى على قتل ايران؟ هذا هو الولايات المتحده الامريكيه وهذا هو الطعام، لا يهمه العراق ولا شعب العراق. الكاتب السياسي مازن التميمي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن في هذه التغطية الخاصة.